يمتلئ عالمنا بالأماكن الغريبة التي قد تستحق الزيارة، حيث عمر بعض هذه الأماكن إلى آلاف السنين وبعضها تم اكتشافه حديثا. وموعدنا هذه المرة في جزيرة القيامة. هي جزيرة بركانية مثلثة الشكل، تقع في المحيط الهادي الجنوبي، وهي جزء من تشيلي، وتبعد حوالي 3600 كيلومتر عن غرب تشيلي القارية، وتعتبر إحدى أكثر الجزر المعزولة المسكونة في العالم، وتبلغ مساحتها 163.6 كيلومتر مربع، وعدد سكانها 3791 نسمة. والغريب في هذه الجزيرة والذي حير العلماء هو انتصاب تماثيل غريبة منذ آلاف السنين، وهذه التماثيل عبارة عن نموذج بشري محدد. ويقول علماء الآثار أنه تم تصنيع تلك التماثيل من خلال الرماد البركاني بعد كبسه وضغطه ومن ثم تسويته. ويعود سبب تسمية جزيرة القيامة بهذا الاسم لقيام المستكشف الهولندي باكتشافها في اليوم الموافق لعيد الفصح. توالت الأبحاث عن الجزيرة الغامضة، ففي العام 1914 زار الجزيرة فريق بحث بريطاني، ثم تبعه في العام 1934 فريق بحث فرنسي. وأظهرت الدراسات أن الجزيرة كانت مليئة بالسكان، شعب غير محدد ومعروف من العصر الحجري الأخير قبل الميلاد، وقد قاموا في القرن الأول بصنع هذه التماثيل الكبيرة والضخمة. ولكن كارثة كبيرة حلت بالجزيرة عام 1680 ورحل الجميع عنها. وهناك نظرية أخرى تقول أنه كانت توجد في الجزيرة حضارة ذكية اختفت بشكل غامض وغير معروف، واستدلوا بذلك بأن الدقة في أماكن وجود تلك التماثيل الغريبة تمثل رموزا فلكية معقدة، ويظهر بذلك تعامدها مع أشعة الشمس. تضم جزيرة القيامة وجزيرة الفصح مئات التماثيل على شكل وجه إنسان وجذعه، أي من الرقبة حتى أسفل البطن، وبعضها له غطاء دائري حول الرأس، وبعضها الآخر له أذرع، ويبلغ وزن كل تمثال 50 طنا، وطول كل تمثال 32 مترا، وبعضها يرتفع إلى 12 مترا. تتكون تلك المنحوتات العجيبة من الرماد البركاني المضغوط وبعضها من البازل. وحتى الآن لم يتمكن أحد من العلماء والباحثين في التاريخ من التوصل إلى حقيقة هذه التماثيل وقصة انتشارها على الساحل التشيلي في جزيرة القيامة. ويرى البعض أن صنع هذه التماثيل تم من باب تعظيم شأن أسلاف تلك الشعوب التي سكنت الجزيرة قبل قرابة 2500 قبل الميلاد.